بديع اووك لعب كورته في منطقة الجزاء. بدر كشاني قلت أنه ميغيل أنخيل غاموندي تجبت بمهاجمي تجبت برجل ثقتي وهو يسجل هدف الثاني في المباراة. تصبح النتيجة 2-1 لحسنية قدير أمام الفتح الرباطي. كرة ممتازة جدا وبدر كشاني كان فعال، كان في المكان وفي الزمان المناسبين لتسجيل الهدف في الدقيقة 79 من مباراة اليوم. تصبح النتيجة